بحضور الدكتور عودة قواس ممثلي بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس والأردن وعدد من الأباء الكهنة في الأراضي المقدسة، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد أقيم حفل لمدراء ومعلمي عدد من المدارس التابعة للبطريركية، وذلك في موقع دير حجلة بمدينة أريحة الفلسطينية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة أقيم حفل غداء لمدراء ومعلمي مدارس لبطركية الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة، وبالتحديد في موقع دير حجلة بأريحة القريبة من نهر الأردن، حيث كان المدعوون الذين يزيد عددهم عن 250 معلماً ومعلمة من مدارس مختلفة، وهي مدرسة مار متري في القدس، ومدرسة الرعاة في بيت سحور، ومدرسة الطيبة للروم الأرثوذكس، ومدرسة سان جورج في رام الله. وفي كلمة للأرشمندريت بارثولوميوس مندوباً عن غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، والذي شكر الحضور على ما يبذلوه من أجل تربية وتعليم الجيل الصاعد وزرع روح المحبة وعيش السلام المشترك وعيش الميلاد دون تمييز، ونقل تحية غبطة البطريرك للجميع. ترأس الحفل الأرشمندريت بارثولوميوس والأب خريستو والأب عواد راعي كنيسة رام الله للروم الأرثوذكس والدكتور عودة قواس، الذي شكر بدوره الحضور لتلبية الدعوة وتمنى لهم دوام التوفيق، وقدم التهاني للجميع بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة. بداية كل عام وأنتم بخير من الأرض الفلسطينية المحتلة من أريحة. معنا اليوم أربع هيئات تدريسية من أربع مدارس تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس من القدس، من رام الله، من الطيبة، ومن بيت سحور. هذه الغداء عيد الميلاد يتم لأول مرة بالأربع مدارس مشتركين ومجتمعين بناء على ضيافة سيدنا راعي دير حجلة سيادة الأرشمندريت خريسوستوموس. طبعا بهذه المناسبة لابد أنه أحيي على كل أبناء العرب المسيحيين المشرقيين في كامل بقاع الأرض، وأخص بالشكر أيضا تلفزيون نورسات على هذه المناسبة اللطيفة التي استطاع أن يتواجد معنا في أريحة لتغطية هذا الحدث الجلل. غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث اعتذر في آخر لحظة لظروف طارئة، ومعنا المندوب الذي يمثله وهو سيادة المطران بارثولوميوس. شكرا كثير مرة ثانية، وكل عام والجميع بألف خير وبركة. كل سنة وانتم سالمين، ميلاد مجيد على الجميع، وإن شاء الله سنة جديدة في هاي الأيام المباركة اللي منحتفل فيها بعيد الميلاد المجيد. وفي هذا اليوم المبارك قررت لجنة المدارس بإقامة غداء عيد الميلاد لجميع المعلمين في مدارس فلسطين، وخاصة مدينة القدس ورام الله وبيت سحور والطيبة، كأسرة واحدة في هذا العيد الميلاد المجيد، أن يكون اجتماع عائلي بمناسبة هذا العيد اللي بيجمع الجميع على المحبة والسلام، كنا مسلمين أو مسيحيين، لأن هذه أعيادنا الوطنية في فلسطين اللي بتجمعنا دائما على المحبة والسلام والتآخي، اللي من خلالها دائما من مارس حقوقنا في مقدساتنا واحتفالاتنا الدينية والوطنية، حتى نحافظ على الأماكن المقدسة، نحافظ على وجودنا، نحافظ على مؤسساتنا الدينية والاجتماعية. وإن شاء الله بنطلب من ربنا التوفيق والنجاح دائما وإلى الأمام، وعياد ميلاد مجيدة، وكل سنة وانتم سالمين. وتخلل الحفل تناول الغذاء وترتيل وتبادل الهدايا التذكارية، وأيضا تم توزيع الهدايا لجميع الحاضرين من مدراء ومدرسي مدارس البطركية الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة، وتم التقاط الصور التذكارية في دير حجلة. واليوم كان الاحتفال بعيد الميلاد، تجمع كل المدارس الطيبة، رام الله، مار متري، تحت رعاية سيدنا غبطة البطريرك وبضيافة أبونا خريستو. وهذا الحدث صار طبعا أول سنة لنا، دائما كل سنة المدارس بتعمل لحال نتيجة عمل الإدارة العامة اللي هي تكونت جديد، تأسست جديد بمديرها السيد الدكتور عودة قواس.
وطبعا احنا هون انا لي 12 سنه بالمؤسسه، ما في هون تفرقه بين مسلم ومسيحي، كلنا هون سواسيه واخوه وبنتعامل سواسيه، كان مسيحي ولا مسلم، احنا كلنا هون مع بعض اخوه ومنعيد على بعض، كان بالدين المسيحي ولا بالدين الاسلامي. رسالتي في البدايه لسيدنا ولجميع المسؤولين في مدارس البطركيه، كل عام وانتم بخير، عيد ميلاد مجيد وسنه جديده تنعاد عليكم جميعا ان شاء الله. كمان بقدمها لمعلمينا ومعلماتنا والطاقم الاداري وجميع العاملين في مدرسه سان جورج وجميع مدارس البطركيه، تنعاد على الجميع بالخير يا رب. للنورسات مارلين حدوى من مدينه القمر دير حجله اريحه.